قلت لك كنت مضطرة خلاص. عايزة ايه؟ وهو حازم كان هيعرف منين كل الكلام ده؟ ما انت عايشة مع نفسك، ما حدش يعرف عنك حاجة. بقول لك ايه؟ أنا ما عملتش كل ده غير بعد ما طلقني وبعزق بكرامتي الأرض. وحتى لو ما كانش طلقني كنت هعمل أي حاجة عشان أرجع ابني. طلقك عشان بتتصرفي من دماغك يا هنا. إيه بتصرف من دماغي دي؟ هو أنا عيلة صغيرة؟ أنا أقصد إنك ما بتفهميهوش حاجة. قلبتي حياتنا كلها من ساعة ما سافرتي. بقول لك إيه؟ والنبي أنا مش عايزة أسمع أي حاجة. خلاص؟ كفاية أصلاً اللي حصل النهاردة. أنا جاية من آخر الدنيا ومعايا طفل ومش طايقة نفسي. عايزة استريح بقى. تستريحي فين؟ هنا؟ انت مصدقة الناس دي والبيت ده؟ مالهم الناس دي؟ ناس محترمين وطيبين. طيبين لنفسهم، احنا مالنا؟ خلاص مالكيش دعوة بيهم. انت قاعدة في بيتي انا، معايا انا ومع مؤنس ومع ابراهيم. حرام عليك يا هنا، مؤنس مين؟ هو انت بجد بتحبيه؟ انت عايزاني اعمل ايه بس؟ تتكلمي يا هنا، تقولي اللي بيحصل لك. حازم كان مسافر عشان يصالحك ودلوقتي مقبوض عليه. ايه؟ يصالحني انا؟ اقبض عليه في امريكا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا، في مصر. اتقبض عليه في المطار وهو رايح لك. حوار ليه علاقه بالمنحل، شيك كده معرفش. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو اللي قال لي واحنا في المستشفى، ومن ساعتها مش عارفه اقول لك. السبب في أي حاجة إحنا فيها دلوقتي هيبقى حازم مش أنا. هو اللي طلقني، والله أعلم بقى عاككني في قصة المنحل دي إزاي. أنا همشي هنا، أنا مش هقعد هنا، مش هعرف. لا مش هتمشي، هتفضلي قاعدة معايا هنا. أنا دلوقتي بدل ماما، وبقولك إن مش هخليكي تقعدي في الشقة هناك لوحدك. خلاص تعالي معايا. مش هينفع أجي معاكي يا يارا. خليكي أنت يا يارا. والنبي يا يارا، والنبي سيبيني، خليكي معايا هنا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.